أهلا بحضراتكم مرة تانية في أولى حواراتنا في هذا الصباح، ودايماً بنكون حريصين على قراءة عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم ومعرفة أبرز القضايا اللي اتكلمت فيها والزوايا المختلفة اللي تناولت بها هذه القضايا. ومعانا دايماً للرؤية التحليلية أحد الكتاب الصحفيين، والنهاردة مشرفنا الأستاذ أحمد البطريق الكاتب الصحفي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. نبتدي بعنوان صحيفة الأخبار: سيسي لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية، تشجيع النمو الاقتصادي والتنمية في القارة السمراء، نأمل في تطوير القطاع المالي وتشجيع النمو الاقتصادي ومواجهة التدفقات غير المشروعة. إيه الأهمية والتوقيت أيضا وأهمية التوقيت لهذا اللقاء بين الرئيس السيسي ومحافظي البنوك المركزية الأفريقية؟ هو يعني المؤتمر السنوي لمحافظي البنوك المركزية بيعقد السنة دي في شرم الشيخ، ورئيس الحكومة رئيس الوزراء ألقى كلمة نيابة عن الرئيس مبارك أمام هذا الملتقى، واللي أكد من خلالها حرص مصر على التواصل الدائم مع كل المجموعات الاقتصادية ممثلة في البنوك المركزية على مستوى القارة. مصر عرضت رؤيتها لمسألة النمو الاقتصادي وكيفية خروجها من أزمتها الاقتصادية بموجب البرنامج الإصلاح اللي تم تنفيذه. وأشار الرئيس في الكلمة اللي ألقاها رئيس الوزراء إلى أن مصر حققت نمو غير عادي في خلال هذا العام، بلغ 5.2%، وأنهم في خلال الفترة القادمة بنأمل أن يتجاوز هذا الرقم حاجز 6%، إضافة إلى أن البنوك المركزية بما لها من دور مؤثر في الاقتصاد الوطني أعلنت أن مصر لديها أكثر من 44 مليار دولار احتياطي نقدي في خلال الفترة الأخيرة، وده كافي لتلبية مختلف الاحتياجات المصرية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 6 أشهر، وده لأول مرة من سنوات طويلة جدا بيصل الاحتياطي لهذا الرقم. مصر عرضت رؤيتها لكيفية النمو الاقتصادي في المنطقة، وأيضا عرضت رؤيتها لإمكانية نقل خبرتها في مجال الإصلاح الاقتصادي لكل دول القارة اللي شهدت به كل المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية. إضافة لذلك كان هناك العديد من الكلمات المهمة التي ألقيت في هذا المنتدى، بيأتي في أو على رأسها كلمة المفوض العام الإفريقي اللي أشار فيها إلى حلم القارة الإفريقية بإصدار عملة إفريقية موحدة وبنك مركزي واحد يقود القارة الإفريقية اقتصاديا في خلال فترة قادمة. طيب، بمناسبة الحديث عن الاقتصاد معانا أيضا زميلنا على الهواء أحمد بكير من مركز التعبئة العامة والإحصاء للحديث عن التضخم، نسب التضخم الشهري، وده الحقيقة تقليد بقينا بنعمله مؤخرا، هو الاطلاع على نسبة التضخم شهريا. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير زملائي في الاستوديو لمشاهدي قناة النيل الكرام. بالفعل نحن الآن في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بصدد الإعلان عن نسب التضخم الشهري، والذي يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإعلان عن نسب التضخم الشهري حصريا على شاشة التلفزيون المصري. وحتى تتضح الصورة نريد أن نشرح الفرق ما بين نسب التضخم الشهري ونسب التضخم السنوي. نحن الآن بصدد الإعلان عن نسب التضخم الشهري لشهر يوليو الماضي، وهو ما يتم مقارنة بشهر يونيو الذي يسبقه. أما بالنسبة لنسب
التضخم السنوي، فهو ما يتم الإعلان عنه عن شهر يوليو مقارنة بشهر يوليو من العام السابق عام 2017 حتى يتم الإعلان عن نسب التضخم الشهري. يسعدنا أن ينضم إلينا في هذه اللحظات الأستاذة دعاء مبروك، الإحصائية بمعمل الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أستاذة دعاء صباح الخير، ونحب نعرف من حضرتك المنهجية اللي بيتم بها جمع الأرقام لنسب التضخم وأيضا نسب التضخم الشهرية والسنوية لشهر يوليو الماضي. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على جميع المشاهدين. الاول طبعا لما اجي اتكلم على المنهجيه لازم اتكلم على الرقم القياسي. الرقم القياسي ده عباره عن مقياس احصائي بيقيس لي التغير في البنود الاستهلاكيه من سلع وخدمات بين فترتين زمنيتين احدهما سابقه والاخرى لاحقه، وهو من اهم المؤشرات اللي بينتجها الجهاز الاحصائيه او الاقتصاديه، لانه بيعتمد عليه بنك في رسم السياسات النقديه ليه، وهو من اهمها ارتباطا بحياه الافراد اليوميه، ومن خلاله اقدر اتنبا باسعار السلع والخدمات للفتره اللي جايه. بيدخل في تركيب الرقم وزن وسعر. الوزن ده عباره عن الاهميه النسبيه للاسعار، يعني مثلا التغير في سلعه ضروريه بيفرق بنسبه كبيره لو هو نسبه، لو التغير صغير في مقابل التغير الكبير في سلعه كماليه ممكن يفرق بنسبه صغيره جدا. والسعر، السعر دوت وهو محط الانتباه دلوقتي بيتم جمعه من 27 محافظة من 15,000 منفذ بيع ولألف سلعة وخدمة، بيتم الجمع من مناطق سواء كانت راقية أو متوسطة أو شعبية علشان تكون ممثلة كل فئات المجتمع. بيخرج من الرقم معدلين مهمين زي ما حضرتك ذكرت، معدل التغير الشهري ومعدل التغير السنوي. معدل التغير الشهري بنقارن فيه ما بين التغير في شهر عن شهر السابق ليه، والسنوي الشهر عن الشهر اللي زيه السنه اللي فاتت. بيتم جمع الاسعار من يوم 1 ليوم 28 من كل شهر. في فتره الجمع ديت بيكون في بعض الاسعار بتجمع شهريه، وفي بعضها بيجمع سنويه زي التعليم، وفي بعضها بيجمع بشكل اسبوعي زي السلع سريعه التغير الفاكهه والخضروات. وبيتم النشر على موقع الجهاز وعلى شكل ورقي وعلى شكل سي دي. سجل الرقم القياسي لاسعار المستهلكين 289.9، ده معناها ان الاسعار اللي كانت لسله الاطار اللي كانت بتتجمع في شهر يناير 2010 ب 100 جنيه دلوقتي بتتجمع ب 289.90 جنيه. معدل التضخم الشهري سجل 2.5%، وده نتيجة لبعض التغيرات زي التغير في مجموعة الخضروات بنسبة 8.8، التغير في مجموعة الفاكهة بنسبة 3.5، التغير في قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 5 وبنسبة 7.2، التغير في قسم المسكن والمياه والغاز والكهرباء والوقود بنسبة 5.2 نتيجة للتغير في شرايح الكهرباء بنسبة 14.6، التغير في المطاعم والفنادق بنسبة 4.8 نتيجة لتغير الوجبات الجاهزة بنسبة 4.8، وسجل معدل التضخم السنوي 13%. شكرا جزيلا لحضرتك يا استاذ دعاء. كما استمعنا جميعا نسب تضخم شهريه لشهر يوليو تقدر ب 2.5% مقارنه بشهر يونيو الذي يسبقه. نسبه تضخم سنويه لشهر يوليو الماضي بلغت 13% مقارنه بشهر يوليو الذي يسبقه من العام الماضي عام 2017. اليكم زملائي في الاستوديو. شكرا لك أحمد بكير من مركز التعبئة العامة والإحصاء، ومتحدثا عن التضخم أو نسبة التضخم الشهري في هذا الشهر. برجع مرة تانية لضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي أستاذ أحمد البطريق وإطلالتنا على عناوين الصحف. نروح لصحيفة الأهرام. شكري دفع للعلاقات المصرية الأمريكية الفترة المقبلة، بومبيو ملتزمون بدعم القاهرة سياسيا واقتصاديا وعسكريا. هل ده مؤشر لشيء حضرتك بالنسبة للسياسة العالمية، وإزاي ممكن يعني يؤثر على موقف مصر في الفترة المقبلة نتيجة لتحسن العلاقات المصرية الأمريكية أو الدعم ليها؟ يعني هو بداية العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات استراتيجية مهمة جدا، تأثرت في الفترة الأخيرة نتيجة تضارب السياسات الأمريكية ممثلة في الرئيس الامريكي ترامب، اللي ما فيش حد عارف دلوقتي هو بيفكر ازاي ولا بيتكلم ازاي، حاجات غريبه يعني. ومع ذلك مصر عرضت رؤيتها من خلال وزير الخارجيه على مستشار الامن القومي الامريكي ونائب وزير الخارجيه الامريكي في دورها في مواجهه الارهاب ودورها في حل مشكلات الاقليم
وأيضا حرصها على حل القضية الفلسطينية بشتى الطرق. والإدارة الأمريكية تفهمت الموقف وأعلنت أنها بصدد استمرار دعمها للجهود المصرية خاصة في المجال الاقتصادي والعسكري، وأنها سوف تستمر في تقديم المعونات المقررة لمصر سواء كانت معونات تغذية أو معونات عسكرية في خلال الفترة القادمة، إيمانا من أن مصر هي رمانة الميزان في المنطقة، وأن أي ضرر اقتصادي أو عسكري قد يلحق بمصر سوف يؤثر على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط ككل. نتمنى أن تصدق الإدارة الأمريكية في وعودها وأن تتفهم الموقف المصري بشكل واضح، خاصة وأن مصر زي ما قلت لحضرتك هي رمانة الميزان في المنطقة. تمام. المصري اليوم وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل الدرع الواقية لاستقرار مصر والمنطقة. زكي لمقاتلي الجيش الثاني: الرئيس يقدر بطولاتكم، ورئيس الأركان يعود للقاهرة بعد زيارته الرسمية إلى السودان. يعني هو طبعا في إطار اللقاءات الاستراتيجية اللي بتقوم بيها القيادات القوات المسلحة، التقى وزير الدفاع ب ضباط وجنود وصف الجيش الثاني الميداني، وحثهم على بذل مزيد من الجهد في مواجهه كافه التحديات اللي بتواجه مصر في خلال الفتره الحاليه، خاصه فيما يتعلق بمواجهه الارهاب في منطقه سيناء، واشاد ببطولاتهم والدور اللي بيقوموا به في هذا الصدد، ونقل ليهم تقدير القيادة السياسيه الممثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي دي هذا الدور الكبير، وتمنى منهم أن يستمر الأداء على أعلى مستوى من أجل حفظ وصيانة استقرار الوطن. بخصوص عودة رئيس الأركان من السودان، طبعا احنا ما نقدرش نغفل أن السودان هي البعد الاستراتيجي الحقيقي لمصر، وأن ما يربط السودان ومصر علاقات أزلية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتعثر، وحرص القيادة السياسية والعسكرية المصرية على التواصل الدائم مع العمق الاستراتيجي لينا في منطقة السودان. وما نقدرش نغفل أيضا أن السودان ما بتمثلش تهديد لمصر مثل ما قد يردد البعض، ولكنها هي حلقة تكامل ما بيننا وبين بعض. الزيارة بتؤكد على هذا المعنى، وبتؤكد أن هناك محور دائم ما بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة السودانية، وأنهم على تواصل من أجل تأمين الحدود، منع لعمليات التهريب، ومنع لعمليات عبور الأشخاص غير المرغوب فيهم اللي هم الجماعات الإرهابية والتكفيرية من خلال الحدود الجنوبية، حتى تكون هناك سيطرة كاملة مثل ما هي موجودة حاليا على المنطقة الغربية، تكون هناك سيطرة كاملة على الحدود الجنوبية مع السودان الشقيق. تمام. الجمهورية الأعلى للجامعات استراتيجية قومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تنفيذا لتوجيهات الرئيس في مؤتمر الشباب. طبعا دي بوابة أي دولة للتقدم، تشجيع الابتكار والعلوم والتكنولوجيا. يعني هو طبعا الدعوة اللي ألقاها السيد الرئيس في مؤتمر الشباب بضرورة أن تكون السنوات القادمة هي سنوات التعليم في مصر، كانت دعوة مهمة جدا واستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالأوطان. وزير التعليم العالي ووزير التعليم ورؤساء الجامعات عقدوا اجتماع في المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة هذه التوصية في خلال الفترة القادمة، وأكدوا فيها على حرصهم على دعم الابتكار والتكنولوجيا بما يتلائم ويتواكب مع احتياجات الوطن في خلال الفترة القادمة، وتشجيع الابتكارات التي من شأنها أن تسهم في رقي الوطن اقتصاديا. كل هذه المسائل بتؤكد أن هناك رغبة حقيقية للنهوض بالعملية التعليمية في مصر في خلال الفترة القادمة،
وأن هناك برامج جديدة سوف يتم إعمالها، وأن هناك مناهج جديدة سوف يتم إضافتها للدراسة في الجامعات المختلفة فيما يتعلق باحتياجات الوطن. وأكدوا أيضا على أنهم بيتلقوا من الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية عن احتياجاتها للخريجين، جنوع الخريجين اللي هم عاوزينه في خلال الفترة القادمة. كل هذه المسائل بتقول ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح، وان احنا نتمنى في خلال السنوات العشر القادمة ان نكون قد تجاوزنا مسألة التعليم النمطي ووصلنا للتعليم التكنولوجي المطلوب للنهوض بالوطن. صحيفة الأخبار، اجتماعات مكثفة في القاهرة الأسبوع القادم لإنهاء ملف المصالحة الفلسطينية، جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات جوية في قطاع غزة. الحقيقة الجملتين يعني لهم دلالة أنه المصالحة الفلسطينية أصبحت يعني حل لا مفر منه، لازم يحصل في ضوء تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية خصوصا قطاع غزة. هل حضرتك شايف فرص أفضل للمصالحة في ظل الأجواء الحالية؟ يعني أعتقد أن المصالحة الفلسطينية هي ضرورة حتمية ويجب أن تتم في أقرب وقت ممكن، خاصة فيما يتعلق بأن حالة الانقسام القائمة حاليا ما بين الطرفي النزاع في فلسطين ما بين حركة فتح وحركة حماس، كل هذه المسائل بتؤثر سلبا على عملية أو ملف المصالحة. ما نقدرش ننسى أن هناك دول وجهات دولية لا تريد إتمام هذه المصالحة بأي شكل من الأشكال، وأن مصر هي الدولة الوحيدة، يعني نقولها تاني، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تريد إنهاء عملية الانقسام في الأراضي المحتلة ما بين فتح وبين حماس، وأن القيادات المصرية بتبذل أقصى جهد من أجل الوصول لهذه المصالحة حتى تكون هناك اتفاقات حقيقية بتتم على أرض الواقع ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إسرائيل مش عاوزة المصالحة تتم وبتضرب فيها بشتى الطرق، على الرغم من أن إسرائيل بتغازل حماس في خلال الفترة دي وبتقول إنها على استعداد إنها تبرم اتفاقية سلام مع حماس لمدة 5 سنوات. كل هذه المسائل بتؤكد إن إسرائيل مش عاوزة المصالحة تتم. صحيح، واخد بال حضرتك. إنما هو لو أمال يعني المحاولات دي في حضرتك شايف ايه فايدتها اذا في اطراف خارجيه بتعوق عمليه المصالحه وانها تنتهي فعلا او تكتمل؟ يعني انت عارف حضرتك ان هناك في مشروع اسرائيلي بتخطط لتنفيذه بشتى الوسائل. اول هذه الوسائل اللي بتستخدمها هي إبعاد فلسطيني الداخل عن فلسطين الخارج، إبعاد فتح عن حماس، عملية التشتيت للجبهة الفلسطينية بشتى الطرق، محاولة عزل قطاع غزة عن الضفة. كل هذه المسائل واضحة للعيان، وأن حرص بعض الدول، ودي للأسف الشديد بعض الدول العربية على استمرار هذه القطيعة ما بين فتح وحماس بيؤثر بشكل أو بآخر على القضية الفلسطينية. إحنا عاوزين حل للقضية الفلسطينية، مش عاوزين حل لحماس والجانب صحيح. الإسرائيلي ولا عاوزين حل لحماس والجانب الفتحاوي، إحنا عاوزين حل للجانب الفلسطيني. بس مش هيحصل أو مش هيحصل حل للقضية الفلسطينية غير إذا الداخل الفلسطيني نفسه اتفق. يعني اتفق بالتأكيد، أكيد، لأنه لما بيكون أكتر من طرف بيتكلم أو بيتفاوض مع الطرف الآخر اللي هو الإسرائيلي بتوه الحقيقة والمطالب بتطول القضية وبتطول. صحيح. طيب عنواننا الأخير من الأهرام، أوروبا تحذر عقوبات إيران تنذر بالفوضى، 100 شركة عالمية تستعد للانسحاب من إيران وألمانيا تحذر من تغيير النظام. طبعا احنا مقبلين على مرحلة مش معروف هتنتهي ازاي،
عودة التوتر بين دول عديدة بإيران وبالتحديد بعض الدول الأوروبية، وأيضا التلويح الأمريكي أنه المرحلة الجاية هتبقى مرحلة مختلفة في العلاقات الأمريكية الإيرانية. تتصور الرد الإيراني المتوقع إيه؟ يعني هو طبعا أمريكا لوحت باستخدام العقوبات اللي كانت مفروضة قبل كده وإعمالها بشكل أو بآخر على الجانب الإيراني إذا لم يرضخ للمطالب الأمريكية والمتمثلة في وقف النشاط النووي وأيضا النشاط الصاروخي. في بعض الدول بتؤيد هذه المطالب خاصة في منطقة الخليج، على الرغم من أن هناك معارضة شديدة جدا لهذه المطالب الأمريكية في الجانب الأوروبي وأيضا من الاتحاد السوفيتي والصين. أمريكا حاولت أنها تضغط على الجانب الأوروبي من أجل تنفيذ مطالبها بفرض العقوبات على الجانب الإيراني لإعادة المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني أيضا والبرنامج الصاروخي، إلا أن إيران أعلنت بصراحة كده رفضها لإعادة المفاوضات مرة أخرى، وفي نفس الوقت أعلنت عن ترحيبها بالمحادثات التي قد تجري ما بين الرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية، وإنها قالت في نفس الوقت أن هذه المحاولات هي محاولات عبثية. إيران لديها أوراق ضغط ما نقدرش أن احنا نغفلها، بتتمثل في وجود مشترين للنفط الإيراني في ممثلة في أوروبا وأيضا في الاتحاد السوفيتي وفي الصين، لديها أيضا أوراق ضغط فيما يتعلق بإمكانية التأثير السلبي على مجريات تصدير الخام في منطقة الخليج. تمام. إذا ما أرادت أن تدخل في مواجهة مباشرة مع الجانب الأمريكي، نتمنى ألا يحدث هذا في خلال الفترة القادمة. تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد البطريق الكاتب الصحفي، شكرا لوجودك معنا، ونتحول مباشرة لموجز أخبار الساعة مع الزميلة نجلاء الجعفري.